كاب اف ام الكلمة ليك. أنا أعرف أنكم تتساءلون عني، تتساءلون عني وعن فني، تقولون ما يفعل هذا الذي لا يغني؟ من أين جاءنا هذا الفتى؟ ترى لماذا أتى؟ ببساطة أنا جئت لأجتاحكم، لأختلي بكم في أعماق أرواحكم. صحيح أن كلماتي بسيطة غير معقدة، لكنها في أذهانكم لن تكون مؤقتة. ستجدونها لذيذة كالخمرة المعتقة، سأطير فيكم كفراشة تخرج من شرنقة. جئتكم لأذيب فيكم اختلافي. لا تخف أنت وأنت لا تخافي، فجميلة جدا والله ضفافي. جئتكم بجنوني وطفولتي، بفحولتي ورجولتي، جئتكم حتى بأنوثتي. لا تصدموا من هذه الجرأة، فأمامكم المساند الرسمي للمرأة، فبحق رب السماء أنا عاشق لكل النساء. فالمرأة أمي وحبيبتي، أختي وعشيقتي، أنا أصل حقيقتها وهي أصل حقيقتي. جئتكم لأتسلق أسواركم وأتسلل في أفكاركم، وبلغة جديدة أخاطب إحساسكم وأدق أجراسكم. جئتكم لأني فيكم أريد أن أتنفس، وفي أعماق أعماقكم أريد أن أغطس. والآن وأنتم هنا في أذهانكم سوف أرقص. جئتكم حاملا دستور حب في عالم يدق طبول حرب، وشعوب نسيت أنها في الأصل شعب، نسيت أن في غابر الأزمان كنا كلنا إنسان. فلا تتساءل عني وعن فني، بل أصغوا جيدا لهذا الذي لا يغني. شكرا. كاب اف ام الكلمة ليك.